الكرام من جديد، وما زلنا بنستكمل حلقتنا النهارده واولى فقراتنا الحواريه اللي هنتكلم فيها عن الازهر الشريف ودوره في الاعلام، وانه يعني مكافحه الاعلام المضلل او المتطرف ومكافحه الارهاب. والحقيقه ما حدش فينا عمره ابدا بينكر دور الازهر الشريف اللي كان الحقيقه معانا على مر السنين ومر الزمن، بنشوفه وبنشاهده قد ايه كان بيحارب ويكافح الارهاب، قد ايه كان بيكافح اي افكار ممكن تاتي على بلادنا، قد ايه كان دايما يعني بيكافح المعتدين ويعني المحتلين والمستبدين لبلدنا. على مر السنين ابدا مفترض ان في النهايه يكون دايما في تكاتف ما بين الاعلام والازهر الشريف، ما يكونش الاعلام هو اللي يكون بيواجه الازهر الشريف بشائعات مضلله ويكون يعني بيهاجمه بهذا الشده. مفترض ان الاثنين يعملوا سويا بشكل كبير جدا عشان يقدروا يبرزوا نماذج طيبه على السطح، عشان يقدروا ينشروا افكار سليمه ومستنيره. النهارده ده اللي هنتكلم عنه، هيكون عنوان فقرتنا مع ضيفنا العزيز اللي مشرفنا ونورنا في الاستوديو، دكتور ابو زيد محمود ابو زيد، باحث تربوي بالازهر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور، تحياتي لحضرتك يا فندم ومشرفنا في برنامجنا. يمكن على مر العصور الازهر الشريف بيلعب دور مشهود ومنشود يعني في تكاتف الامه المصريه بشكل عام في المقام الاول، ونشر الاسلام الوسطي، نشر الاسلام المحب، يعني كلنا محبين لاخينا الاخر، وايضا الاسلام الذي شابه العديد من التصرفات الخاطئة والتي ساءت لي بشكل كبير جدا. حضرتك كباحث تربوي في الأزهر الشريف، كيف تثمن دور الأزهر الشريف على مر العصور وتحديدا في هذه الفترة الراهنة اللي بتمر بها البلاد في ظل العديد من التحديات ومنها الإعلام المضلل؟ أهلا بكم. أهلا بحضرتك. أنا أشكر حضرتكم على الاستضافة وعلى اهتمام أجهزة الإعلام المصرية الحكومية بدور الأزهر وما يقدمه للأمة العربية، لمصر أولا وللأمة العربية وللإسلامية من دور في محاربة التطرف والإرهاب. نعم. وفي الفكر الوسطي المعتدل الذي هو منهج الأزهر الشريف ومنهج أهل السنة والجماعة الذي يعتنقه الأزهر. نعم. فالأزهر مؤسسة علمية دينية تربوية لها أكثر من 1000 عام. نعم. تدرس العلم، وبل تناقلت العلوم العربية والإسلامية عبر الأزهر الشريف طوال 1000 عام من الزمان. مش بس العلوم الدينية والعربية، بل بالعكس كان يتبع للأزهر الشريف في بعض العصور مدرسة للطب. بل إنه معظم الرحالة والعلماء كان الملاذ الأول والأخير في مصر وفي الشرق الأوسط لهم هو الأزهر. فالأزهر مؤسسة لها دور كبير عبر العصور لن يعني ينكره إلا جاحد. وما نراه هذه الأيام من تطاول على الأزهر الشريف ما هو إلا تكملة لهدم المؤسسة الدولية بأكملها في مصر. كوني إن أنا أهدم المؤسسة، مؤسسة الأزهر الشريف، وأسعى لهدمها وأسعى لابتزازها وأسعى لإني أقلل من دور علمائها، فهذا في حد ذاته هدم للدولة المصرية. نعم. فكون إن احنا نسعى في هذه الأيام ببرامج كاملة وبصحفيين وبإعلاميين يبدأوا ليلا كل يوم بمحاربة الأزهر وعلمائه، فليس له دور وليس له معنى إلا هدم مصر. لأن الأزهر الشريف هو محرك رئيسي ومن القوى الرئيسية التي يعني يعلمها القاسي والداني عبر في كل الدول العربية والإسلامية، لأننا احنا في الأزهر عندنا أكثر من 100 دولة لها طلاب بتدرس في مصر. نعم. وبتنقل الفكر الوسطي بحقيقة لكل الدول الإسلامية والعربية. نعم. أكثر من 100 دولة طلابها في مدينة البعوث الإسلامية. نعم. ولهم قسم خاص، إدارة مستقلة في الأزهر الشريف هي إدارة البعوث الإسلامية التي يدرس طلاب العالم الإسلامي بأكمله في الأزهر الشريف، وينقل الفكر الوسطي اللي هو المفروض بقى بينادي به كل العالم النهاردة. فكون أنه النهاردة أنا في مصر من مصر ومن علماء ومن إعلاميين مصر يهاجموا الأزهر، معنى ذلك أنهم يقللوا من الأزهر ومن هيبته، ليس على المستوى المحلي فقط ولكن على المستوى الدولي. وكونوا أنه ينكروا دور الأزهر فهذا مخطط
لإفشال المؤسسة ولتعطيلها وعرقلتها عن أداء دورها الذي يشهده الجميع. بل من المفروض أن ندعو للأزهر وأن ندعو لمؤسسة الأزهر أن تعمل وأن تزيد في أداء دورها. ده اللي المفروض كان يجب أن يكون منهم. كون أن هم من يفعلوا هذا فهذا مخطط من ضمن مخططات الجماعات الإرهابية التي تسعى لعرقلة مصر. فمؤسسة الأزهر الشريف مؤسسة كبيرة، مؤسسة عريقة، مؤسسة لها تاريخ مشرف يعلمه القاصي والداني. كل كتب التاريخ لو ما تفتح كتاب تاريخ عبر 1000 عام بدءا من الفاطميين حتى اليوم إلا وتجد للأزهر الشريف دورا مهما يقوم به عبر هذه العصور. لو اتكلمنا عن هذا الدور، يعني كلنا كنا بنشوف أكيد عدة الندوات والمؤتمرات اللي بتقام من قبل الأزهر، وكان بيرأسها فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب، ومن يعني آخرها أو من أهمها الندوة الافتتاحية للإعلام اللي كنا شفناها بعنوان الأزهر والإعلام رسالة ومسؤولية. لو اتكلمنا عن أهم ما جاء بها من رسائل موجهة للمثقفين والمفكرين والإعلاميين، نقول إيه؟ الأزهر الشريف يعني لا يبحث في أن يبين دوره للناس، يعني أن الناس تشكر الأزهر على الدور الذي يقوم به، ولكن الأزهر يسعى كمؤسسة من ضمن مؤسسات الدولة للعمل يعني تباعا في أن احنا نعد جيل من، لأنه أنا مؤسسة تربوية، أنا مؤسسة تربوية دينية، لا ليس دورها هو أن يعني تكون ظاهرة إعلاميا فقط، لا، أنا أبحث إن أنا بربي جيل من شباب مصر قادر على تحمل المسؤولية. فهذا الجيل من المفروض إن أنا بعدله نظام تربوي، أتمنى كباحث في الأزهر الشريف أن يطبق هذا النظام التربوي في كل أرجاء مصر، في كل نظم التعليم في مصر أن تطبق النظام التربوي الذي يطبقه الأزهر الشريف، لأن الأزهر الشريف يعد جيل يعني هنقول تربى على انه عنده استعداد لانه يواجه الافكار المتطرفه. ازاي؟ انا عندي النهارده بعد ابناء الازهر، اولا انا عندي الناس كتيره ما تعرفش انه الازهر الشريف مؤسسه تعليميه بدءا من رياض الاطفال حتى الجامعه. يعني انا عندي رياض اطفال، عندي تعليم ابتدائي، عندي تعليم اعدادي، عندي تعليم ثانوي، عندي تعليم جامعي. في اكثر من 2 مليون طالب يدرسوا في الازهر الشريف. بجانب انه احنا عندنا طبعا نظام تاني تعليمي يتبع لوزارة التربية والتعليم. تمام. فالنظام التربوي اللي بيقدمه الازهر الشريف يختلف كثيرا في اعداد المحتوى الديني عن النظام الذي تعده الوزارة او وزارة التربية والتعليم، اقصد بالوزارة. فانا المحتوى اللي بتعده الوزارة محتوى مفرغ من او مواجهة الافكار. انا ابن الازهر عندي بأعده جاهز لأنه يستطيع أن يحارب أو يواجه الأفكار المتطرفة. جميل. لكن المنهج اللي تعده الوزارة لا، منهج مفرغ. فأنا أتمنى أن وزارة التربية والتعليم تستعين بمناهج الأزهر الشريف في المواد الإسلامية من أجل أنه إحنا بنعد أبنائنا على الوسطية. تمام. لكن هنا الوزارة المنهج اللي بيعد في الوزارة منهج ضعيف، وبالتالي عرض أبناء الوزارة عرضة لانه تلتقفهم اي ايدي من الجماعات التخريبيه والمتطرفه والجماعات الارهابيه وفق منهج جديد. لانه هو مش متحصن، هو مش متمز، هو ما عندوش استعداد انه يحافظ على منهجه الاسلامي اللي تعلمه، لانه ما عندوش منهج، المنهج اللي بيتعلمه منهج ضعيف جدا جدا جدا. لكن احنا بنعد ابنائنا انه بعلمه الراي والراي الاخر، ما بخلهوش ياخد برأي واحد، لا ده انا بقول له الامام فلان قال كذا والامام فلان قال كذا والامام فلان قال كذا ومذهب اهل السنه والجماعه كذا، وبالتالي هو عنده استعداد انه يواجه اي فكر متطرف بالرأي والرأي الاخر. فانا ادعو من هذا المنبر هنا انه الوزاره، اقصد وزاره التربيه والتعليم، تستعين بمناهج التربية الإسلامية التي يعدها الأزهر الشريف بدءا من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الجامعية، حتى نهاية المرحلة الجامعية. واعتقد وبالتالي احنا نشوف يا فندم في المرحلة الجاية، خاصة احنا بننادي دلوقتي بتطوير التعليم، إثقال التعليم، حتى التعليم العام مش التعليم الأزهري، بالمواد التربوية اللي بتزرع داخل الطفل أو الطالب أخلاق المحبة والتعامل والسلام. أنا لا أدعي إن أنا التعليم الديني حكر علي، أو أنا
أملكه. التعليم حر، حرية للكل، ولكن أنا عندي العلماء وعندي المتخصصين وعندي الباحثين اللي هم المستعدين إنه يعدوا نظم تعليمية تواجه التيارات المتطرفة. أنا مشكلتي يا أستاذنا مشكلة تعليم، مشكلة مناهج دراسية، لأنه أنا عندي المناهج الدراسية، هو المناهج الدراسية اللي بتعد مناهج ضعيفة، مناهج ما بتواجهش المفروض. إلى الآن لم أجد في منهج من المناهج، سواء مواد المواد المتخصصة المختلفة في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، ما يواجه الأفكار المتطرفة. طيب إلى الآن لو تكلمنا فندم عن شق آخر أعتقد يعادل موضوع التعليم، هو المرصد الإعلامي الإسلامي التابع للأزهر الشريف، دوره بقى في مواجهة التطرف والأفكار المغلوطة وكل العمليات الإرهابية المتضمنة الأفكار والزيادة. المرصد الإعلامي ده إدارة جديدة تم افتتاحها قريبا أو من عام تقريبا، تمام، بحيث أنه تواجه الأفكار، بل مش في مصر فقط، بكل اللغات، في كل دول العالم، لا، بكل اللغات. يعني أنا عندي متخصصين في كل اللغات، وخصوصا طبعا اللغات الرئيسية الحية زي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية، أنه عندي متخصصين بيتابعوا المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة باللغات المختلفة، بحيث أن احنا نرد، الأزهر يرد على المغالطات التي تحدث والتي للأسف الناس تسير عليها وتعتنقها بدون بدون أن تكون مستندة إلى الوسطية التي يرجع إليها الأزهر الشريف أو مرجع أهل السنة والجماعة، لأنه احنا عندنا مسلمين في كل دول العالم، وبالتالي هم يعني بيسيروا وراء الأفكار المتطرفة أو الأفكار الهدامة أو الأفكار المتعصبة. أنا مش عايز تعصب، الدين ما فيهوش تعصب، الدين ما فيهوش تطرف، الدين فيه سماحة. فإحنا بنسعى كمؤسسة الأزهر الشريف إن إحنا نعد الكل على أن يكون في سماحة الرسول صلى الله عليه وسلم. ادعوا زي ما ذكر في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، يعني حتى في الجدال وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنا من المفروض أن أكون مؤسسة تتميز بالسماحة وبالعلم وبالاعتدال، ولكن كون انه في متعصبين ده لا يعني ان الازهر، يعني الازهر يقوم بدور ضدهم، يقوم بما يعني في انه هو استطاع ان يقوم بالمرصد الاعلامي لمواجهه هذه الافكار في كل دول العالم بكل اللغات المعروفه. وبالتالي المفروض الازهر مش هنقول يشكر على هذا الكلام او يجل او يقدر، لا، المفروض تبث هذه الأعمال الجليلة التي يقوم بها الأزهر لمواجهة هذه الأفكار كأنه هو مؤسسة من ضمن المؤسسات. لكن كون أنه أنا أعتبر الأزهر وأحارب الأزهر وأحارب شيخ الأزهر وأحارب وكيل الأزهر لأنه كأنه الأزهر يعمل ضدهم، وهذا لا يحصل، مش بيحصل. لكن كون أنه هم لهم أفكار ورؤى تخالف رؤية الأزهر الشريف، ده موضوع تاني يجب أن تتدخل فيه الدولة وتتدخل فيه أجهزة الدولة لوقفهم يعني عند هذا. الحقيقة الجماعات المتطرفة يا دكتور أبو زيد يعني بنلاقيها بتستغل كل تطور تقني وإعلامي على قدر المستطاع، حتى الألعاب الإلكترونية نفسها بتقوم باستغلالها وبتقوم بإعادة من خلال التطور ده إعادة فتح حساباتها المغلقة، واللي بتصل أحيانا لعشر آلاف حساب شهري. فإزاي نواجه دول؟ إزاي نتعامل معاهم؟ إزاي نقدر نستطيع أن احنا نتغلب عليهم؟ أنا بالنسبة لما يستحدث من أجهزة ومن تطور في المفروض يعني أستخدمه في حسن أو في خدمة الوطن أو في بناء الوطن، نعم، ولكن كوني أنه الجماعات تستخدم ما استحدث من تكنولوجيا ومن تقنية، ده مش مشكلتها، ده مشكلتي أنا، إني أنا أبنائي وأولادي وأهلي هم اللي بيستخدموها. فمن المفروض أنا الأبناء الوطن يتحصنوا ضد هذه الأعمال. فمين اللي يحصن أبناء الوطن والطلاب والدارسين وغيرهم؟ النظم التعليمية. المفروض أنا عندي مثلا في مصر حوالي 20 مليون طالب، 20 مليون طالب دول هم يعني هم قادة الغد، هم اللي حيبنوا الغد. فمن المفروض أنا أعد لهم نظم تعليمية تستطيع، أولا ما هو التطرف يا جماعة مش هو التطرف الديني فقط، التطرف هو الانحراف، التطرف هو البعد عن الوسطية، سواء كان البعد الإيجابي
او في اتجاه التطرف الديني او البعد او الاتجاه السلبي في اتجاه الانهيار والانحراف. انا ضد التطرف الديني والتزمت وضد الانحراف والمغالاة. انا عايز ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسطية مبدأ من مبادئ الإسلام الحنيف التي يعني أقرها الإسلام منذ 1400 عام. فبالتالي أنا من المفروض أعد الجيل أو أعد أبناء الوطن للتحصن ضد الأفكار المتطرفة، للتحصن ضد الأعمال والتقنية التي يبتكرها. أصلا أنا مش بيحاربني بس الجماعات المتطرفة، أنا بيحاربني قوة كثيرة. من المفروض أحصن أبنائي ضد هذه القوة. وبالتالي أنا الأبناء عندي، أنا عندي 22 مليون طالب سواء في التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، ما قدم لهم للأسف الشديد لا يكافئ ولا يواجه ما تعده الجماعات المتطرفة، سواء المتطرفة من الداخل أو من الخارج. نظم التعليم التي تقدمها الدولة والتي تقدمها الوزارة لا زالت ضعيفة ولا زالت لا تستطيع محاربة هذه الأفكار. فمن المفروض أن أعد نظم تعليمية. وحضروا حضرتكم مثال في هذا المجال، وده حصل في الحرب العالمية الثانية لما الولايات المتحدة الأمريكية ضربت اليابان بالقنبلة النووية، لأنه اليابان شعب صامت، شعب بيعني من تربى على الصمود، وبالتالي من الصعب ان ايه، من الصعب انك انت تهزه. لدرجه انه الـ 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 اليابانيين لما الامبراطور سلم، الطيارين اليابانيين رفضوا الصمود، رفضوا التسليم. فكان الواحد يجي بالطياره على حناقله الحامله الطائرات الامريكيه ويفجر نفسه فيها. يعني شوف لدرجه الصمود وصل لايه. مين علم اليابانيين الصمود؟ نظم التعليم. نظم التعليم اليابانية استطاعت أن تعلم أبناء اليابان الصمود لدرجة أنه هو أقدم على الانتحار، لأنه هو ما كانش يرضى أنه اليابان تسلم ولا الإمبراطور اليابان يسلم. فراحت أمريكا عملت إيه بقى في ذلك الوقت؟ أرسلت جون دوي وهو من علماء التربية، ومعه تقريبا يعني تبعا لما اتذكر 15 استاذ من اساتذه التربيه. عملوا ايه دولت؟ غيروا مناهج اليابان. تمام. غيروها ايه بقى؟ غيروها للعلم وغيروها للتقنيه وللصناعه وبالتالي تحولت اليابان من دوله عسكريه صامده لدوله علمية تقنية صناعية من الدرجة الأولى، لدرجة أنه أصحاب مصانع السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية اتضايقوا، قالوا يا ريت جون دوي ما راح ولا غير اليابان، لأنه أنت لما تحب تبيع سيارة أمريكاني تبيع عليها سيارة ياباني هدية عشان الناس تشتريها. يعني شوف النظام التعليم بيعمل إيه. نظام التعليم غير وطن من النظام العسكري المتشدد للنظام الصناعي الراقي جداً بنظم تعليم. إذا احنا مشكلتنا والله نظم تعليم. طيب اذا استاذ ابو زيد، احنا في صدد هجمه شرسه، وما زالت الهجمه الشرسه بتشن يعني من قبل الجماعات المتطرفه وبتمس كل مؤسسات الدوله، يمكن على راسها الازهر الشريف اللي احنا شفنا العديد من التهمات التي القيت عليه بشكل كبير وبشكل مكثف، غرضها طبعا الاساءه في المقام الاول للازهر والدوله المصريه. حضرتك احد ابناء الازهر الشريف، بما ترد على كل هذه الهجمات المتطرفه؟ ازاي نقدر نواجهها كأبناء الأزهر الشريف والقائمين على هذه المؤسسة العريقة، أيضا رد وتكاتف كافة المؤسسات الأخرى مع الأزهر الشريف لردع هذه الجماعات المتطرفة؟ هو طبعا أنا كمؤسسة أزهر وأنا من الباحثين في الأزهر الشريف، أنا مش هدافع عن نفسي، مش هطلع أقول لا والله ده فلان وأروح أرد عليه أصل أنت بتقول كذا. يعني أنا من المفروض في احنا كلنا نخضع ونتبع لدولة قوية اسمها مصر، اسمها جمهورية مصر العربية، دولة محورية يعني يعرفها، دولة لها آلاف السنين، مش دولة. احنا في دول النهاردة للأسف الشديد تاريخ النادي الأهلي قبلها، قبل ما أيام ما كان احنا عندنا 20 منتخب بيلعب كورة كان ما فيش حاجة اسمها دول النهاردة جنبنا. واحنا كان عندنا ده، احنا عندنا حرس حدود من 4000 سنة من أيام سيدنا يوسف عليه السلام. يعني احنا دولة كبيرة. دولتنا ديت لها نظام ولها قادة، المفروض قادة الدولة دول رسمين سياسة. السياسة ديت أو ما تقوم به الأجهزة كله تحت إشراف الدولة. ف
فمن المفروض من يتعدى على مؤسسة، إذا تعدت مؤسسة على مؤسسة هنا الدولة تتدخل. نعم. هنا أجهزة الدولة السيادية توقف كل واحد عند حده، تقول له أنت كده بتهدم الدولة، لأنه المفروض يكون في ميثاق شرف بين الوزارات وبعضها. هو كون إن أنا هنا نظام تعليمي أزهري أروح دلوقتي أقول لا النظام التعليمي الأزهري التاني لا ما ينفعش، أصل ده مش عارف إيه. إحنا من المفروض كلنا بنضع مواثيق وموازين لإنتاج جيل يستطيع أن يواجه الأفكار المتطرفة. فبالتالي كل أجهزة الدولة، سواء كان الإعلام، سواء كان الثقافة، سواء كان التعليم، سواء كان الشباب والرياضة، سواء كان وزارة الصحة، كلنا تحت ميثاق واحد، بنعد جيل واحد، بنتعامل مع وطن واحد، منطلقين من فلسفة واحدة. فمن المفروض كنا احنا منطلقين من فلسفة واحدة، المفروض نكون متفقين، حتى النقد يكون نقد داخل الغرف المغلقة، مش النقد اللي هو المفروض الفضايح اللي هي بتعرض وما أنزل الله بها من سلطان. يعني ليست لها مبدأ وليست لها أساس من الصحة. نعم. كون الأزهر يعمل النهاردة عبر أكتر من 100 دولة بيعمل على نشر الفكر الوسطي، سيبك من ما يحدث داخل مصر، ده احنا في مصر عندنا ما يعرف بلجنة المصالحات. استطاع الأزهر الشريف واستطاع وكيل الأزهر الشريف أن يقوم بمصالحة العائلات اللي هي بيقع فيها ضحايا بالعشرين والتلاتين قتيل، لدرجة أنه الأزهر الشريف تدخل الآن في المصالحات بين المسيحيين وبعضهم. يعني في أكتر من كده، يعني ما يقدمه الأزهر الشريف النهاردة من المفروض يجل ويقدر ويظهر للإعلام، أو الإعلام يظهره كأنه دور إيجابي. مش النهاردة أنت تمسك النهاردة تقول لي أصل البخاري أصل الإمام مسلم، احنا تربينا على كتاب البخاري وكتاب، يعني الازهر الشريف ينشئ كليه اعلام ايمانا بينه بان الاعلام الحقيقي هو اللي بيخلي فيه تقدم للامم والمجتمعات. عندنا يا فندم احنا كليه اعلام، عندنا بالزبط. كليه اعلام كبيره في كليه اللغه العربيه. الصحافه والاعلام دي كليه عريقه، يعني قبل ان تكون في كليه في جامعه القاهره عندنا كليه الصحافه والاعلام. جميل. وكليه بها علماء وبها باحثين وبها يعني كليه عريقه. اختلاف المناهج اللي بتدرس في كليه الاعلام التابعه لجامعه الازهر عن كليه الاعلام الموجوده في الجامعات المصريه العامه، هو عانى طبعا الـ 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 الاعلام او الجامعات بصفه عامه بيدرس مناهجها يعني الأساتذة نفسهم. نعم. يعني الأستاذ هو اللي بيعد المنهج. نعم. بس بيعد المنهج وفق رؤية احنا كلنا كجامعة أزهر تخضع للمجلس الأعلى للجامعات. نعم. كلنا تحت ميثاق واحد، سواء الإعلام اللي بيقدم في كلية الإعلام مثلا جامعة القاهرة أو غيرها، أو ما يقدم في الأزهر الشريف. بجانب الأزهر الشريف ما يقدمه وينفرد به عن غيره أنه يقدم محتوى تربوي إسلامي ثقافي ديني، يستطيع أن يحصن أبناء الأزهر عن الوقوع في الفكر المتطرف. ولذلك إحنا ما عندناش أفكار متطرفة، إحنا أبنائنا يتميزوا بالاعتدال والوسطية. لكن الأفكار المتطرفة معظمها تخرج من خريج التعليم العام، لأنه ما يقدم له محتوى ضعيف يجب مراجعته، ويجب أن يراجعوا. كلمة أخيرة لحضرتك، أن يراجعوا الأزهر الشريف. طيب جملة استوقفتنا حضرتك يعني قلتها بشكل جميل جدا وأنا معجب بيها، هي تحرير العقول الخاصة بالشباب بشكل عام من الأفكار المتطرفة وتحصينها. أعتقد ده يمكن بشكل كبير شايفينه في الأزهر الشريف في عقول الطلبة، الحمد لله رب العالمين دلوقتي بيتم بتدريس مش بس كمان المواد العلمية، ولكن كمان زي ما حضرتك قلت المواد التربوية، المواد الأخلاقية اللي بتحثهم على الانصهار في العمل بشكل كبير جدا وفي الحياة في الدولة بشكل بناء. إزاي نقدر نعمم ده، وتحديدا الرسالة ممكن توجهها للشباب اللي هم سيطر عليهم دلوقتي الأفكار المتطرفة الشائعات الذين يلعبون ويتاجرون باسم الدين وانساق وراهم بعض الشباب يعني مش عايز أقول اللي هم المنقادين، ولكن مش مدركين للي بيعملوه ده بشكل كافي. حضرتك كأحد قائمين في الأزهر الشريف ممكن نقول لهم إيه؟ وأيضا مش بس دور الأزهر الشريف ده، دور كافة مؤسسات الدولة المصرية في التضافر والتكاتف من أجل تحرير هذه العقول اللي تعم فعلا تضلها وحس العقول الشابة في المرحلة القادمة للابتعاد عن كل هذه الأفكار المغلوطة. والله حضرتك سؤال جميل وده اللي المفروض يكون فعلا، ولكن الأزهر سبق حضرتك في الإجابة على هذا السؤال. نعم. ويعد مشروع قريبا، ممكن أنا اللي عديت المشروع ده.
تمام. اللي هو اسمه اعرف بلدك. حلو. فيقدم في مشروع اعرف بلدك لطلاب المرحلة الثانوية مبدئيا. جميل. يعني هنبدأ فيه بطلاب المرحلة الثانوية. في انه احنا هنعد محتوى ثقافي معين من ضمن الموضوعات المعروضة فيه فعلا، واللي انا برضو يعني قمت باعدادها، موضوع الشائعات. وسيقدم قريبا هذا المشروع بانه سيقدم هذه النماذج ستقدم شهريا لكل طالب في المرحلة الثانوية، وسيشارك أهل الطالب في إعداد في قراءة هذا المحتوى وفي التعليق عليه. يعني سيتم إنه الورقة التي تقدم شهريا ستكون في أجازة الصيف وأيام الدراسة، يعني الطالب سيقدم له 12 نموذج سنويا. جميل. ويشترط للنقل للعام القادم. ده لم، بس برضه عشان كلامي لم حتى الآن لم يعني ايه ناخذ به قرار. نعم. لكن ده المشروع المطروح على فضيلة الإمام الأكبر، انه وطبعا متحمس له فضيلة الإمام كثيرا، لأنه المشروع ديت ان انا دلوقتي المناهج لغاية ما تتغير دي محتاجة وقت كبير، فاحنا دلوقتي بنعد الأحداث. انا هغير منهج السنة دي، افترض دخلت مشكلة معينة خلال هذا العام ازاي اوصلها للطلاب؟ فبيتم عن طريق هذه النماذج استحداث موضوع يدخل للطلاب شهريا ويعلق عليه الطالب وأسرته. وبالتالي ستصحح هذه النماذج، ونرى مدى اختلاف وجهة نظر الطالب وأهله في هنا التدخل، بقى تدخل الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي مع الطالب اللي وضع فكر لا يناسب فكر الدولة ولا فلسفة الدولة. طيب يا فندم، اللي يتم مناقشتها ويتم اندماج زي مثلا احنا عارضين موضوع زي مثلا موضوع عن الشائعات. نعم. مثلا بدل الطالب أيوة. نموذج ورقة كهذه مكتوب عنها عن الشائعات، التحصن من الشائعات، الشائعة توصل لابد من التأكد عن ترى بنفسك، لابد من تبين من الشائعة، لابد تابع اقرأ في الموضوعات التالية. هل هترتبط بالدرجات؟ هتبقى مرتبطة بال، هي مش هتبقى لها درجات اطلاق، ولكن مرتبطة بانه الطالب لابد ان يسلم 12 نموذج سنويا. حتى لو الطالب في اجازة اخر العام اللي بتكون 3 شهور او 4 شهور، هيتم عن طريق موقع على الانترنت يطبع النموذج بتاع الشهر ويقوم بالتعليق عليه ويسلمه لإدارة المعهد التابع. يخلي الطالب يعني يقبل على النموذج ده ويعمله، او يخليه يعني مجبر ان هو يعمل، ملزم بيه، لانه هيشترط عشان ينتقل للعام القادم يسلم النماذج السابقة. طيب. فمش هنقبله للعام القادم الا ما يسلم النموذج شهريا. وبالتالي هنا انا شفت رؤية الطالب، شفت رؤية ولي الأمر، وبالتالي أستطيع أنا كمؤسسة تربوية أتدخل. جميل. طيب أستاذ أبو زيد، معلش هتوقف عند الجزئية دي، وأعتقد التفاعل الإيجابي مع المواد الدراسية أو مع أي نماذج زي اللي حضرتك ذكرتها لما يكون نابعة من داخل الطالب أفضل إن أنا أكون بألزمه. حضرتك يعني تفضلت مشكورا، قلت مش هيتم الانتقال من مرحلة لمرحلة اللي يتم تسليم 12 نموذج اللي هم بناء بيتم بيتسلمهم الطالب كل شهر. هل المحتوى اللي بيتم تسليمه للطالب من خلال هذه النماذج من وجهة نظر حضرتك، حضرتك صاحب الفكرة ولكن من خلال دراسة الجدوى أكيد اللي حضرتك عديتها لهذه الفكرة، شايف هيكون في تفاعل إيجابي فعلا مع هذه الفئات من الطلاب بشكل عام، مع الأسرة المصرية والأسرة اللي بتحرص أن يكون لها طلاب أبناء حرصون على تلقي العلم والمعرفة، بجانب طبعا هذه النماذج اللي حضرتك ذكرتها اللي بتخلينا يعني نقتبس الأفكار الإيجابية والبناء اللي بتفيد المجتمع؟ أذكر لحضرتك في هذا ما تفضلت به. نعم. كل أولياء الأمور بما فيهم حضرتك وأنا والسادة الكرام الموجودين حريصين على أنه أبنائهم تتعلم أفضل تعليم، ده حقيقة بدون استثناء. صح. ولو إحنا قلنا في ناس هترفض هذا المقترح هتبقى نسبة أنا بقول لا تتعدى 1 في 10,000. جميل. يعني النسبة اللي هتكون رافضة هي الجاحدة، هي الكارهة لهذا الوطن. تمام. هو اللي مش عايز يتعلم. نعم. لكن النهاردة ما فيش واحد فينا مش عايز ابنه يتعلم، مش عايز ابنه يبقى متابع لما وصل إليه لرؤية الدولة. ما فيش حد فينا مش عايز كده، كلنا عايزين أولادنا تكون على قدم وساق، متابعة لكل جديد ومتحصنة ضد أي فكر ولها رؤية. ما أنا دلوقتي أنا هنا أشركت ولي الأمر، قلت له رؤيتك ايه يا رب بالنقد، يا رب انقذ الموضوع، يا رب قول لي الكلام اللي انت بتقوله ده غلط.
بس هنا انا عايز اتدخل مع الطالب. انا افترض دلوقتي عندي 20 مليون طالب في مصر، ازاي اعرف الطالب ده رؤيته ايه وفكره ايه؟ صح. اعرفه ازاي؟ ملهاش حل، ملهاش معرفه. بنشوف للاسف تشويش كتير جدا على معتقدات دينيه، وبنلاقي منظمات ارهابيه كتيره جدا. الطالب النهارده معذور يا فندم، وللاسف بتستقطب شباب كبيره جدا. المناسبه هذه المنظمات، ازاي نعدل شبابنا؟ ازاي نخليهم ما يستقطبوش شبابنا؟ الطالب معذور في ايه؟ الطالب ما يقدم له في المدرسه شيء، وما يراه في الشارع شيء، وما يشاهده في مواقع التواصل الاجتماعي شيء تاني، وما يقدمه الاعلام شيء ثالث، كله مختلف عن بعضه. فهو ما هو في مأزق، مشوش. هو هيعمل ايه؟ هو مش عارف يصدق مين ويكذب مين. ولذلك احنا بنقول لابد ان يكون هناك ميثاق شرف لما يقدم. احنا كلنا نتفق على رؤيه واحده، احنا كلنا في مركب واحده. هل محتاجين نركز كمان على الخطاب الديني اكتر، لانه بيصحح دايما عندنا معتقدات دينيه على فكره مضللة. جزء من هذا المشروع يعني موضوع، احنا متفقين على 12 موضوع شعريا. نعم. ومعدين مسبقا. جميل. سيشارك في هذا الموضوع اللي هو وزارة الأوقاف في انه الموضوع الذي يتم تداوله في خطابة هذا الشهر يكون في نفس الموضوع المقدم للطلاب في هذا الشهر. جميل. فردا مثلا ما انا قدمت موضوع عن الشائعات هذا الشهر. نعم. او مثلا عن انجازات الوطن، او مثلا عن المشاريع القومية، من المفروض الخطابة خلال هذا الشهر تتناول هذا الموضوع بحيث ان احنا كلنا نكون متفقين. صح. ماشيين في مركب واحده. يبقى اللي بيسمعوا الولد في خطبه الجمعه، اللي بيسمعوا الولد في الدرس في المسجد، لا. اللي بيشوفوا الولد في النموذج المقدم له. صح. اللي بيقدم في البرامج الاعلاميه والحواريه. صح. يكون متفقا، لان انا عندي مبدأ واحد وفكر واحد من المفروض اغرسه في نفس الطالب، وده اللي احنا طبعا بنتمناه. ويعني احنا يعني بنتعاون مع حضرتك بشكل كبير جدا للترويج لهذه الفكره وطرحها على الساده المسؤولين، بحيث يتم التعميم مش بس في جامعه الازهر، على كافه يعني وسائل التعليم او الجامعات المصريه وغيرها من المدارس. المشروع مقدم لجهه سياديه هتقره تقريبا كمان على كل مؤسسات، او هتسعى في انه يقر على كل مؤسسات الدوله. تمام. فاحنا برضو بالاعلام، الاعلام هو الصوت المسموع. وده اللي هيخليني بقى اسال حضرتك، نظرا لقيمه واهميه الاعلام بالتاثير على العقول، مش بس بالتاثير بالايجابيه او بتوضيح الامور، ولكن الاعلام البناء اللي احنا بنقصد من خلاله توجيه رساله توعويه، رساله علميه لا تقل شانا عن الرساله اللي بيقوم بها الدكتور في الجامعه او المدرس في المدرسه. حضرتك شايف، واحنا دايما بندعو للتعاون ما بين كافه مؤسسات الدوله، لو قلنا التعاون ما بين الاعلام البناء والازهر الشريف، كيف يكون هذا التعاون في سبيل او كيف يصب في صالح المجتمع المصري؟ وحضرتك احد ابناء الازهر الشريف، ازاي بقى نثمن هذا التعاون بشكل ايجابي، بشكل افضل في المرحله اللي جايه، حتى يتم بعد كده الانخراط في كافه مجالات العمل بشكل افضل؟ اولا من المفروض كاعلام بناء اي منبر في مصر يكون بناء. نعم. من المفروض اي منبر، اي صوت مسموع هيطلع من جمهوريه مصر العربيه، من المفروض يبقى بناء ويبقى تحت مظله الدوله وتحت رؤيه الدوله. الحريه، أنت حر ما لم تضر. ليست الحرية الإعلامية يعني أن أنا أطلع أشتم في المملكة العربية السعودية، عيب إطلاق، عيب. صح. اللي بيحصل ده. صح. إزاي الكلام ده؟ إحنا مثلا يبقى أنتوا مزقتوا، بتمزقوا جوه مصر، ورايحين تمزقوا كمان بين مصر وعلاقتها بالدول الشقيقة، ينفع الكلام ده؟ الدولة المملكة العربية السعودية اللي فيها 8 مليون واحد يطلع تافه للأسف الشديد يشتم في المملكة العربية السعودية ويشتم في دولة الإمارات العربية؟ يا جماعة مش الكلام ده. فين النهاردة الناس اللي بتراقب على هذا الشخص؟ فين الناس اللي بتوقف ده وغيره؟ من المفروض أي منبر إعلامي، أي فين الرقابة؟ فين الرقابة؟ ليه ما تعودش تاني الرقابة على العام والخاص؟ لأنه إحنا من المفروض فين المنظومة دي؟ ما للأسف بعد مجلس الشورى هو اللي كان مالك للمؤسسات الإعلامية. للأسف الشديد أنا ضد إلغاء مجلس الشورى، لانه كان المجلس ماسك المؤسسات الاعلاميه اللي المفروض النهارده كل واحد بيقول اللي عايز يقوله. فين القانون الخاص بنقابه الاعلاميين يا فندم؟ فين القانون الخاص بالمجلس الاعلى للاعلام اللي بيحكم هذه المنظومه؟ ليه؟ احنا ناس كتير جدا بتقتصر موضوع الاعلام المصري على التلفزيون المصري لانه محكم وليه رئيس اتحاد وليه جهات واطراف معينه تحكم هذه المنظومه، لكن عندنا اعلام مصري خاص ايضا. ما في الخاص والعام النهارده يا فندم، ما انا عندي انا مدير التعليم الخاص. ده اللي احنا بننادي بيه، منظومه تقود هذه المؤسسه بشكل عام، سواء مؤسسه اعلام مصري خاص او مؤسسه اعلام مصري حكومي. مش كله تحت اشراف الدوله؟ المفروض الدوله النهارده هو اعلام خاص، ما انا مدير تعليم خاص وعندي معاهد خاصه في الازهر الشريف وانا مديرها وتخضع للازهر الشريف، صاحبها لها مالك.
ولها مستثمر بيصرف عليها يعني بياخد اجر نظير تعليم الطلاب، ومع ذلك تخضع للازهر الشريف ماليا واداريا وفنيا. فكون انه في اعلام خاص، لابد الاعلام الخاص ان يكون تحت مظله الدوله. صح. والا خلاص يبقى انت بقى اطلع من هنا واعمل اللي عايز تعمله، على الاقل ما تبقاش من على ارض مصريه وتهد مصر. بتهد مصر جوه مصر، يبقى انت مزقت بين النهارده ما يصنعوه من فتن ومشاكل بين اقطاب مصر. النهارده معلش في تعاون كبير احنا بيننا، او في اخاء بيننا ما بين الاخوه المسيحيين وترابط وحب. كون انه الاعلام يطلع يهد الترابط ديت ويبين مشاكل تافهه ويصنع بها النهارده فرقه بين ابناء الوطن الواحد، ده ما ينفعش. جزئيه برضو متعلقه بهذا الشان، معلش عايزين نتكلم فيها بشكل افضل. ناس كتير جدا لما بنقول ان لابد ان الاعلام سواء اعلام خاص او اعلام حكومي يتبع مظله الدوله، يمكن ادينا بيقولوا ان ده كابتن حريه الراي والتعبير. ازاي نقدر نوضح لهم ونفرق لهم ما بين حريه الراي والتعبير والاحترام، وان في سقف للحريه ايا كانت هذه الحريه في الراي والتعبير والنقد البناء؟ لان للاسف الكثير من الاعلاميين والمؤسسات الاعلاميه بتسيء للنقد، بتنتقد وليس نقد بناء. النقد البناء اللي احنا اتعلمناه ودرسناه دينا في كل المؤسسات الاعلاميه ان احنا فعلا ننتقد الشخص وننتقد مثلا مؤسسه بعينها، ولكن لا نسيء ليها، ننتقدها نقد بناء من خلال ان احنا لما نطرح هذا النقد نطرح في طياته وسائل الاصلاح، حل للمشاكل. زي نقدر نوضح هذا اللبس في أنت هذه حر ما لم تضر. الحرية النهاردة قيد، الحرية قيد، مش أنت حر يبقى عشان أنت معك حرية يبقى أنت تطعن في مؤسسات الدولة. لا، أنت حر ما لم تضر. فإيه المفروض؟ أنا بحدد النهاردة أولا في فلسفة بتنطلق منها الدولة، أو مبدأ الدولة بتبني على أساسه تنمية لمدة معينة. المؤسسة اللي تخرج على هذا المبدأ تنقدها وفق ما خرجت عليه. يبقى انا عندي في بعض الامور، والله انت كمؤسسه كذا خرجت في 1 2 3 من الاتفاق المسبق بين المؤسسات كلها في خطه التنميه السنويه او الشهريه او العقديه العشر سنين 20 سنة، انت خرجت عنها. فانت حر ما لم تضر. كونك انك انت تخرج على كمؤسسه تتنقد ونقدك اهلا بيه، لكن كون باب الاختلاف اللي بنشوفه ما بين العلماء الازهر اللي ده سنن من سنن الله على الارض، طبعا ده لن ولا نعلق عليه، ولكن للاسف وقتنا ازف. دكتور ابو زيد اكيد هيكون معانا ان شاء الله لقاءات نفتح فيها اكتر ونتكلم فيها اكتر. كان معانا النهارده دكتور ابو زيد محمود ابو زيد، باحث تربوي بالازهر. بشكرك جزيلا. اشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بكده انتهت فقرتنا الاولى والحواريه، ولكن بالتاكيد حلقتنا لسه ما انتهتش. هننتقل حالا لفقرتنا الثانيه والاخيره، ولكن معنا فاصل قصير، انتظرونا.